أمك يا دكتور ركز معاي، هذه عاشر مرة أشرح لك. في البداية لما واحد يبرق القديمة نشتب برقله. خاص أتوتر أنا هاس. أنا أتوتر إذا شرحتهم بقوة. ولد عمي كان نفس نظام الدكتور، كان يتوتر فعطيته حبة مع الماء فوار، هذه يسوي فوار يشربها في اليوم 3 مرات، راح من التوتر صار الولد جريء. يا سلام. نعم نقدر. وانت من وين جبت ال اعرف انا اعرف، هي ترى فراسه، ما هي شيء من اي واحد يفكر، هذه فراسه من الله عز وجل. فنان. انا اثق فيه والله. الظاهر ولد عمه عنده العلم ما شاء الله. لا ايه اقول لك 3 مرات استخدم في اليوم، اسبوع بعد اسبوع الرجال في اول القوم. هذا التوتر. التوتر كان يتعتع في الكلام. دكتور هذه خذها والله تفيدك. ودك اعطيك بعطيك اشرح لك. لا لازم انا اروح للطبيب. نقعد يا رجال. ده شفت ده هذا اللي يدفع قروش عند ما بعلى يا رجال. ما قلنا شيء، ناخذ ادويه من الطبيب ما قلنا شيء، بس هذه يقول طبيعيه. واضح واضح. نعم يا هاني يا هاني، ولد عمك ما عنده حبه للدهاء والحنكه؟ الدهاء والحنكه هذه بفكر فيها الى الحين. ما سويت الى الحين، بس بسويها يعني. لا لا تسوي تفيد في ذا. اساله كنت تفيد في ذا. انت حاله ميوس منحت. لا 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 هو قاعد يدب عليك يا الفدغه. دب علي انا؟ ايوه يا اخي انت ضيعت ورقنا كله. اعطيني حبه تشيل الكروت هذه. المهم كان عندنا شايب فيه عرجه يعرض. كل ما مشي الناس تحسب اثنين يعرض وهو مريض. واخذ واجيب دهن. واجيب مع الدهن واحط كركم. حلو. واحط زيت واحط شيء، بس هذا سر ما اقدر اقوله لكم. بعد سر وادهنه وامسده والفه بخرقه. يومين احصان. لا اله الا الله. ايش الخرقه؟ خرقه يعني قماش. قماش. لفيته بقماش ويومين احصان الرجال. ما شاء الله. طيب دلحين بسالك جد. نعم. يجيني يا اخي نغزه كل ما قمت من النوم. نغزه في الجنب هنا. في اليسار ولا في اليمين؟ لا انا في البدايه كنت احس من القلب. قالوا القلب لا تحت شوي من هذه فوق شوي. اي فوق. وين يسار ولا يمين؟ يسار. اي نغزه قاسيه يا ما تحس معها بترعه ولا لا؟ لا 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 ما له دخل في احس يا اخي داخل هنا لا هي في ما ادري هي في الرئه هي في والله ما عرفت لها. مويه في الرئه. لا يا رجال. لا الله ابوي الله يرحمه كان الله يغفر. لا تفول علينا. لا ما له دخل. مات بعدها بيومين الله يرحمه. امسك هذه نقحها في ماء اكيد واشربها 3 مرات في اليوم وتدعي لي. هذه حقت هذه حقت النغزه اللي في يسار. إيه؟ اذا نغزه يمين لا ما تصلح، النغزه اليسار تصلح. هذه الحين استخدمها ما شاء الله على قبل الاكل بعد الاكل. لا 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 اول ما تقوم مع الصباح ومع الغداء ومع العشاء. خلني استخدم هذا الحين. اي ما يضر. انت بعد شوي بترقد. اي الله الله. طيب يا هاني سم والله دام الوضع يعني يمكن تفيدنا ولا شيء. الماء لا تكثر معها. نص لا زياده ولا نقص. هاني تكفى انا طالع. يعني عطنا من وقتك شوي. انا الله يطول بعمرك. والله دقيقه انا عندي حاله. عندي هذا حبه. اصبر ابو حاسم خليه يعلمني. برجع لك انت مريض. تكفي ماني مريض. لا لا زد شوي. قلت لك بزيد تقول لا تكفي. زد بس. ايوه خليني اشوف. باذن الله انك طبعا اضرب انا يمكن احس. لا هذه تصلح له. وانت وش عندك؟ انا الله يطول بعمرك عندي بحه يعني لما اصحى من النوم ولا في الليل ابى اتكلم ينبح صوتي. نرجع ورا شوي. انت بدايه لا مو وراك. لا نرجع لبدايه المرض. اي بدايه بدايه المرض البحه كانت صباح ولا مساء؟ من يومين. هي صباح ومساء. لا متى بدت معك؟ بدت يعني صباح بحة مع كحة ولا بحة مع جفاف؟ لا فيها كحة. هي علاجك عندي. كهو في وجهك يجمل حالك والله انك كهو. هذه تاخذها اي مرة صباح ومرة ليل. مع كل كحة ولا مع كل بحة؟ لا هذه الصباح مع البحة. مع البحة. واللي في الليل؟ مع الكحة. اي بس كيف تاكلها؟ تكح اخذ لك واحدة. يعني واحدة قبل البحة وثانية بعد الكحة. اي يا سلام عليك. ولا واحدة قبل الكحة وثانية بعد البحة. لا واحدة بعد البحة. واحدة قبل البحة. واحدة بعد الكحة.
اي لا تلخبط. اول بحاول ثانيه بعد الكحه سجلها عندك. ما شاء الله تحسها قصيده هذا. اي يا رجال. اقول يا هاني. نعم. انا عندي مشكله في العين اليمين. وش فيها؟ يجيها الم في الصباح. كيف لان الم والحواجب منمله تحس عليها ضغط؟ اي عليها ضغط شديد. يمكن يرقد على لا 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 والالم في الصباح بس في الصباح ودي في حاجه في الصباح. والله ما ودي اعطيك حاجه وابيك تموت يا رجال. انا لا 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 خوينا والله قطه هذه قطه قربت القطه قربت الله يدفع هذه والله. كل ما تقوم الصباح خذ لك يا اخي شلقه شفتها في الصيدليه يا اخي. هي لا 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 هذه ما مثيل لها مثيل لها. ها حطها خذ لك مع اول ما تقوم خذ لك شلقه منها وبلعها. اشوف لا 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 هذه حقت ليه ما هو حقت الكحه البحه. طيب اي وجهك يا هذه لو استخدمتها كحيت وبحيت وعطست. انتبه. لا لا والله يبي وجهك يا هاني والله انك كفو. الله يسلم ابدا انتم اخوياي. ما عاد بي بحه ولا عاد بي كحه. بالله عليك اسال الرجال وش راك عقب ما شربته؟ لا زين بس اني احس اني في خمول. ها؟ كان مختلف شوي. جرمته كله عادي. اي عادي عادي هذه هذه طعمه مر. حمسني ياخذ خذ لي حبه. اي اجعلها بالعافيه اجعلها بالعافيه. انت دكتور تبغى حاجه؟ انا؟ نعم. والله ما يرش بلا. انا اذهب الى الطبيب للمره الثانيه اقول لك ما احتاج. ما شاء الله تبارك الله عليك يا هاني. اي لا لا طيب طيب. ما شاء الله عليك يا هاني واحده بواحده. الله يعافيكم. ها الله يسعدك. اي كل شيء. والله الله يحفظك يا هاني. والله ونعم. الله يعافيكم. رجال يقول وطول ولا لا يا دكتور؟ هاني اي اي طول يا بسم الله. احس اني يا هاني احس كيف الوضع احسه مرتبك شوي. هذا وش في ذا؟ ما ادري عنه. يا حبيب هناك هناك هاني هناك. اي اي لا خلو 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 خلو. هذا خدر ذا. هي هذا مفعول علاج لازم يتخدر شوي. والله انك كفو يا هاني انك رجال تقول والطول. يا تسمعني؟ انا ما اسمعك. ايش سويت انت؟ المشكله مو في علاجاتي المشكله فيهم هم. لكن انا ما سويت حاجه. يا ايش سويت في العالم؟ بدري علمه علمه ايش سويت فيها. ما سويت حاجه. سويت لك شيء انا؟ اجل اقول وصل للجمهور كلامك. عساكم فهمتوا.